بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابنا طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بيكم ودرس جديد من دروس النحو. متابعينا متابعين الإسكولة، خلي بالك من الدرس ده عشان مهم قوي وسهل، وبيجي في الامتحانات بطريقة سهلة وبسيطة وتجيب في الدرجة النهائية. هو التوكيد. يعني إيه التوكيد؟ تعريفه قالك هو تابع يذكر في الكلام لتأكيد المعنى وبيتبع ما قبله في الإعراب. تابع يعني ايه؟ تابع يعني زي ما خدنا في التوابع اللي قبل كده في العطف مثلا، بياخد علامة اعراب اللي قبله سواء كان رفعا او نصبا او جرا. وبيأتي ليه؟ ليه التوكيد؟ عشان يأكد المعنى او الحكم. التوكيد عندي نوعين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. ايه هو التوكيد اللفظي؟ هو عبارة عن تكرار اللفظ مرتين. اللفظ ده سواء كان اسم أو فعل أو حرف أو جملة اسمية أو جملة فعلية. لو تكرار الاسم زي ما بقول الاجتهاد، الاجتهاد طريق النجاح. كررت كلمة الاجتهاد كم مرة؟ مرتين. طب أنا بكرر مرتين ليه؟ للتأكيد. طب إعرابها إيه؟ الإعراب على حسب موقعها في الجملة الأولانية. الاجتهاد الأولانية هنا إعرابها إيه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب الاجتهاد الثانية توكيد لفظي. طب إعرابه إيه؟ توكيد لفظي. طب علامته إيه؟ بياخد علامة اللي قبله اللي هو بنقول عليه زي ما قلنا من شوية تابع. طب اللي قبله كان مرفوع، يبقى ده مرفوع. الفعل حضر، حضر المعلم. طب حضر الأولانية فعل ماضي مبني على الفتح. طب حضر الثانية توكيد لفظي، بياخد نفس علامة إعراب اللي قبله. في الحروف بلى، بلى الصبر جميل، يبقى بلى الثانية هنا إيه؟ أيوة توكيد لفظي. في الجملة الفعلية جاء الحق، جاء الحق، جملة فعلية، جاء فعل والحق فاعل. طب الجملة الاسمية الله أكبر، الله أكبر، يبقى الجملة كلها على بعضها توكيد لفظي. خلي بالك اللفظ الأول سواء كان حرف أو اسم أو فعل أو جملة بيعرب حسب موقعه في الجملة، ده اللي بنقول عليه متبوع. واللفظ الثاني بيعرب توكيد اللي هو التابع، وهو يتبع ما قبله في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. الملحوظة الثانية، ممكن أن يكون التوكيد اللفظي عن طريق إعادة اللفظ بمرادفه اللي هو معناه، زي ما بقول هذا سيف حسام. هنا توكيد لفظي مرفوع بالضمة، كلمة حسام. طب هي حسام؟ أيوة، ما هي حسام هي السيف، كلمة حسام معناها في اللغة العربية اللي هو السيف. يبقى أنا هنا أكد اللفظ بإيه؟ بمعناه، مش من نفس جنس الكلمة اللي هي سيف. طب بالنسبة للفعل جاء، أتى محمد، كلمة أتى هنا أعربها إيه؟ ما هي أتى يعني جاء، يبقى توكيد لفظي مبني على الفتح. ثانيا التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي بيكون بألفاظ معينة بتوافق المؤكد اللي هو المتبوع في المعنى وتخالفه في اللفظ. إيه هي الألفاظ دي؟ عندي كده شوية ألفاظ دي بقول عليها توكيد معنوي، اللي هي إيه؟ بص كده معايا، كل، جميع، نفس، عين، كلا، كلتا، كافة، عامة، أجمع، أنفس، أعين. إيه ده؟ كل ده وأنا أحفظ كل دول؟ لا، واحدة واحدة، كل واحدة ليها شغلانة وكل واحدة ليها وظيفة. أول حاجة لازم تعرفها إن هذه الكلمات أو هذه الألفاظ ليها شرط عشان أطلق عليها توكيد معنوي، أن تأتي مضافة إلى ضمير يعود على المؤكد. يعني كلمة نفس هقول إيه؟ نفسه، شايف الهاء دي؟ أيوة، شوف أضفتها إلى الضمير اللي هو الهاء، يبقى كلمة نفس نفسه. عين، عينه. كلا، كلاهما. جميع، جميعهم. لو حذفنا الكلمة دي من الجملة أصلا بضميرها لا تؤثر على معنى الجملة.
يبقى هم دول الشرطين للكلمات دي لو جت أقول عليها توكيد معنوي. أول حاجة لابد أن تكون مضافة إلى ضمير، تاني حاجة لو اتحذفت أصلا من الجملة لا تؤثر على المعنى. زي ما بقول جاء الطلاب جميعهم، شوف هنا كلمة جميع ملحقة بضمير مضافة إلى ضمير اللي هي الهم. طب لو قلت جاء الطلاب أثرت على الجملة في شيء؟ لم تؤثر، هو ده التوكيد المعنوي. طب عندي كلا وكلتا بتستخدم ليه؟ تستخدم كلا للمذكر للمثنى وكلتا للمؤنث المثنى. طب النفس والعين تفردان مع المفرد وتجمعان مع المثنى والجمع. بقول نفس نفسه، عين عينه، نفسهما نفسهم أو أنفسهم، أعينهم. طب كل وجميع وعامة وكافة بتستخدم هذه الكلمات للتوكيد إذا أردنا التعميم الحقيقي الذي يتناسب مع المعنى المضمون عشان أعمم على الكل. هيتضح اللي بقوله ده في الأمثلة اللي هنشوفها مع بعض. ألقى الشاعر نفسه القصيدة، فين التوكيد اللي عندي؟ خلاص عرفت بقى الألفاظ دي اللي أنا خدتهم في الأول عرفتها. التوكيد هنا كلمة إيه؟ نفسه، توكيد نوعه معنوي. فين المؤكد؟ مؤكد الشاعر. طب لو جيت حذفت كلمة نفسه وقلت ألقى الشاعر القصيدة أثرت في الجملة؟ ما أثرتش في الجملة، يبقى كلمة نفسه هنا هي التوكيد. افتتح الرئيس عينه الحفل، فين التوكيد المعنوي؟ كلمة عينه، خلاص عرفت. رأيت اللاعب نفسه في الملعب، فين التوكيد؟ نفسه. كرمت المدرسة التلميذين كليهما، كليهما توكيد معنوي، يبقى هنا منصوب بالايه؟ منصوب بالياء، لان التلميذين مفعول به منصوب بالياء والتوكيد يتبع المؤكد، بقول عليه تابع. والتلميذتين كلتيهما، هي دي التوكيد المعنوي. المعلم والطبيب كلاهما، دي قلت كلاهما ما قلتش كليهما لانه تابع للي قبله. طب المعلم مبتدا والواو حرف عطف والطبيب معطوف مرفوع، ده مرفوع وده مرفوع، يبقى اقول كلاهما ولا كليهما؟ لا ده مثنى يبقى مرفوع زيهم، بس المثنى بيبقى مرفوع بالالف، يبقى كلاهما مرفوع وعلامه رفعه الايه؟ الالف. جاء التلاميذ كلهم والمعلمون جميعهم، شفت كلمه كلهم وجميعهم ملحقه بضمير وهنا ملحقه بضمير وبيتبع اللي قبله في الاعراب، هم دول كلهم جميعهم بقول عليهم ايه؟ توكيد معنوي. صافح المعلمون المدعوين جميعهم او كلهم، يبقى هي دي جميعهم او كلهم، ده التوكيد المعنوي. الطالبان كلاهما مجتهد، الطالبان هعربها ايه؟ مبتدا مرفوع بالالف لانه مثنى. طب كلاهما اقول عليها ايه؟ توكيد؟ لا ده بقول عليها مبتدا تاني مرفوع بالالف لانه ملحق بالمثنى، هناخد بعد كده في ثانوي حته ملحق بالمثنى وملحق بجمع المذكر السالم، يبقى بقول عليه مبتدا تاني. طب مجتهد خبر للمبتدا الثاني اللي هو كلاهما، بقول كلاهما مجتهد. طب الجملة المكونة أو الجملة الإسمية المكونة من كلاهما مجتهد مبتدأ وخبر في محل رفع خبر للمبتدأ الأول اللي هو إيه؟ الطالبان. طب ليه يا أستاذ ما عربتليش هنا كلاهما توكيد معنوي زي ما احنا أخدين من شوية؟ أقول لك، هل انطبق عليها الشرطين اللي احنا قلنا عليهم؟ اللي هو اولا لابد ان تكون ملحقه بضمير او مضافه لضمير، ابص كده كلا هما مضافه لضمير هما. طب الشرط الثاني لو انا حذفتها لا تؤثر في الجمله، الطالبان هحذف كلاهما واقول مجتهد، يبقى الطالبان مجتهد ينفع؟ يبقى اثرت ولا ما اثرتش؟ أثرت، يبقى هنا لا تحمل صفة
التوكيد. هنا ما هيش توكيد، تعرب حسب موقعها في الجملة. وصلت؟ يبقى لابد أن ينطبق فيها مين؟ الشرطان، مش شرط واحد. نشوف كمان، الطالبان كلاهما مجتهدان. الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. كلاهما هنا هعربها إيه؟ أيوة، هنا تحقق الشرطين، ملحقة بضمير. تاني حاجة لو أنا حذفتها مش هتأثر في الجملة، يبقى كلاهما هنا هعربها توكيد معناه مرفوع بالألف، ومجتهدان هي دي خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى. يبقى أنا شفت الفرق في الجملة دي عن الجملة اللي فاتت. هنا إيه اللي حصل؟ الشرطين اتحققوا، عشان كده هعربها توكيد. بص يا سيدي في المثال اللي جاي ده كمان، إن نفس محمد هادئة، إن التلميذ يحمي نفسه من الخطر. كلمة نفس في المثالين لا تعرب توكيدا. ليه؟ بص كده في المثال الأول، إن نفس محمد هادئة، فقدت الشرطين اللي هم إيه؟ أولا مش مضافة لضمير، ثانيا لو حذفتها هتأثر في الجملة. ينفع أقول إن محمد هادئة؟ ما ينفعش، يبقى كده فقدت الشرطين، يبقى كلمة نفس هنا ليست توكيد. طيب وفي المثال الثاني اللي هو إن التلميذ يحمي نفسه، أهي مضافة لضمير ولكنها فقدت الشرط الثاني اللي هو عند حذفها لا تؤثر في الجملة، هنا هتأثر، عشان كده ما ينفعش أقول عليها توكيد. كلمة جميعا بتعرب حال زي ما بقول حضر أو الطلاب حضروا جميعا، الطلاب حضروا جميعا، هنا هعربها حال. طب لو قلت حضر الطلاب جميعهم، هنا هعرب كلمة جميعهم إيه؟ توكيد. طب بيجي لي سؤال الامتحان إزاي؟ يقول لي استخرج توكيدا واعربه أو بين نوعه. للإجابة تذكر دائما إن التوكيد المعنوي هو الأشهر في الامتحانات. بسم الله. ودلوقتي يا أبنائي نستعرض مع بعض شكل كده ومن التدريبات اللي ممكن بتجينا. قول لي أكمل مكان النقط بما هو مطلوب. كتب التلميذ نقط الدرس، عايز توكيد معنوي. شوف بقى ألفاظ التوكيد المعنوي اللي احنا شرحناها وبما يتناسب مع المؤكد اللي هو التلميذ، يبقى قرأ أو كتب التلميذ نفسه الدرس، ممكن أقول عينه برضو تنفع. يفهم نقط الطالب الدرس، عايز توكيد لفظي، يبقى يفهم الطالب الدرس. توكيد اللفظ يمكن في الأسماء والأفعال والحروف وفي الجمل الإسمية والجمل الفعلية، عادي ما فيش مشكلة. خرج الناس نقط إلى العمل، عايز توكيد معنوي. خرج الناس جميعهم، ناس فاعل يبقى جميعهم توكيد معنوي. ذهبت الكتيبة كلها إلى الميدان، يبقى كده لازم خلي بالك الاسم لفظ التوكيد لازم يبقى فيه ضمير عائد على المؤكد. السؤال الثاني فقرة زي ما احنا متعودين وعليها إعرابات واستخراجات. قرأ التلميذ القصة جميعها وقد أعانه مدرس اللغة العربية نفسه في شرح بعض كلماتها، وقد اتفق أحمد وأخوه أشرف كلاهما على أن يتبادل ما معهما من قصص. وبعد أن انتهي من القراءة أعاد القصتين كلتيهما إلى المكتبة، إلى مكتبة الفصل، وقد شكر لهما أمين المكتبة عينه حرصهما على سلامة القصص كلها. اعرب ما تحته خط. قرأ التلميذ القصة، سهلة جدا دي، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقد أعانه مدرس. مين اللي أعان المدرس؟ يبقى فاعل مرفوع بالضمة. على أن يتبادل أن مر منها فعل مضارع قبلي أن، أداة من أدوات نصب الفعل المضارع، يبقى فعل مضارع منصوب بحذف النون، خلي بالك لأنه من الأفعال الخمسة.
وقد شكر لهما أمين المكتبة مضاف إليه مجرور بالكسرة. دي سهلة مفيش فيها حاجة. السؤال الثاني: عين ألفاظ التوكيد في الفقرة واضبطها بالشكل مع بيان السبب. لفظ التوكيد اللي عندي اللي هجيبه هضبطه على حسب ايه؟ على حسب اللي قبله، لان التوكيد من التوابع. جميعها قرأ التلميذ القصة، جميعها يبقى منصوب بالفتحة. وقد أعانه مدرس اللغة العربية نفسه، مدرس اللغة العربية نفسه في شرح بعض كلماتها. وعندي كلاهما اتفق أحمد وأخوه أشرف، كلاهما مرفوع بالألف. أن يتبادل القصص وبعد أن انتهى أعاد القصتين، إيه مفعول به منصوب بالياء، كلتيهما منصوب بالياء لأنه مثنى. وقد شكر لهما أمين المكتبة عينه، أمين عينه مرفوع على كلمة أمين. تخيل الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: الأمهات رحمات كلتاهما ولا كلهن ولا كلتيهما. وإن التوكيد لازم هيجي تابع لإعراب اللي قبله، يبقى لازم أقول له إيه؟ الأمهات مرفوع، يبقى كلتاهما مرفوع بالألف. أطع والديك كلاهما ولا كليهما ولا كلتيهما. أطع أنت والديك مفعول به منصوب، يبقى هتيجي بعدها منصوب، يبقى إيه؟ كليهما منصوب بالياء. كتب لك صديق رسالة يقول فيها: قرأت الدرس نفسها وأخرجت فكرة عينها، وأعجبني تنظيم الكتاب عينه، وخاصة تنظيم الفقرة الأولى والثانية كلاهما. اكشف الأخطاء أو اكتشف الأخطاء في هذه الرسالة وحددها ثم أعد كتابك. إيه الأخطاء اللي موجودة عندي؟ قرأت الدرس نفسها ولا نفسه؟ نفسه. وأخرجت فكرة أو الفكرة عينها، ماشي. وأعجبني تنظيم الكتاب عينه، ماشي. وخاصة تنظيم الفقرة الأولى والثانية كلاهما ولا كليهما؟ لأن دي مثنى مؤنث، دي مؤنث الأولى والثانية دول مؤنثين، يبقى ما ينفعش كلاهما، يبقى كلاهما والأصح كليهما، ونفسها والأصح نفسه، لأن الدرس مذكر يبقى نفسه مذكر. املأ الفراغ بتوكيد مناسب. العلماء نقط يطورون الصناعة. العلماء الأولى هنا التوكيد إيه؟ توكيد معنوي ولا توكيد لفظي؟ يعني أقول العلماء العلماء ده لفظي، ولا أقول العلماء العلماء لو أنا عايز توكيد لفظي؟ ممكن أقول العلماء جميعهم، ده لو عايز توكيد معنوي، طالما ما طلبش مني نوع التوكيد، بس هو غالبا بيطلب، وغالبا اللي بيجي في الامتحان توكيد معنوي، استخرج من الفقرة توكيد معنوي، ده اللي بيجي. الطالبان نقط مؤدبان، ممكن أقول له إيه؟ الطالبان الطالبان، يبقى ده توكيد لفظي. ممكن أقول له الطالبان كلاهما مؤدبان، يبقى ده توكيد إيه؟ معنوي، لأن زي ما قلنا هو محدد لي. اجعل المضاف في كل جملة مما يلي توكيدا واكتب الجملة صحيحة. يعني ما تلبخش. إن كلتا الزهرتين جميلتان. فين المضاف اللي عندي؟ يبقى المضاف بيجي قبل المضاف إليه. فين المضاف إليه؟ الزهرتين. طب يبقى هنا عايز المضاف اللي هو إيه؟ كلتا. خليها توكيد. طب توكيد هتيجي قبل المؤكد ولا بعده؟ لا، هتيجي بعد المؤكد. يبقى أنا هعمل إيه؟ بص معايا. إن الزهرتين، لأن إن هنا بتنصب اللي بعدها، يبقى الزهرتين اسم إن منصوب بالياء. كلتي هما، حطيت الضمير مش كلتا، خلاص زودت لها الضمير وخدت إعراب اللي قبلها، يبقى إن الزهرتين كلتيهما. يبقى أنا حولت هنا المضاف اللي هو بيجي قبل المضاف إليه لتوكيد معنوي. طب جميلتان زي ما هي خبر إن. حضر جميع المشاركين في المسابقة، حول المضاف اللي هو إيه عندي؟ المضاف اللي قبل المضاف إليه اللي هو جميع، حوله لتوكيد. يبقى هعمل إيه؟ هحط له الضمير بتاعه. طب عم أحط له الضمير، هيجي بعد المؤكد ولا قبله؟ لا، هيجي بعده. يبقى حضر، ما ينفعش بقى المشاركين، يبقى حضر المشاركون مرفوع، لأن بقت فاعل مرفوع بالواو. جميعهم في المسابقة، سهل كده. ناخد واحدة كمان: اكتب التوكيد المعنوي المناسب مكان النقط.
مررت بالطالبين، كلاهما ولا كليهما ولا كلتيهما ولا أشوف كده الطالبين مذكر يبقى كلاهما ولا كليهما، يبقى قبل حرف جر ده مجرور، يبقى كليهما مجرور لأنه بيتبع المؤكد. مررت بالطالبتين، كلاهما برضو كليهما برضو، لا ده مؤنث يبقى إيه؟ كلتيهما. قرأت الكتابين، كليهما مذكر زي المثال الأول. وبعد ما اتفرجنا على الفيديو يا رب نكون فهمنا الدرس، فهمنا درس التوكيد سهل وبسيط وعرفنا ازاي بيجي في الامتحانات. ما تنساش تحت الفيديو في رابط فيه اختبار تفاعلي، ادخل كده وجاوب هتلاقي نفسك ايدك مشت وفهمت. وان شاء الله لو عجبك الفيديو لايك وشير سبسكرايب على القناة، وأشوفكم على خير.